ضمن برامجها وفعالياتها الثقافية والفنية، أطلقت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الجوف مهرجانها الصيفي نلتقي بالقريات، الذي يضم عددا من الفعاليات ومعارض للفنون التشكيلية والرسم المباشر بمشاركة الجهات الحكومية من خلال الأركان المنوعة. أثرنا أن نعود إلى جمهورنا في محافظات المنطقة، ونفذنا قبل كذا مهرجان بسكاكة، وهذا المهرجان الثاني، وإن شاء الله الأنشطة قادمة بمشيئة الله. والمهرجان هذا بصراحة يعني هو أول مهرجان بعد جائحة كورونا في محافظة القريات. مهرجان التقي بالقريات الذي استمر لمدة 3 أيام احتوى على العديد من الفعاليات، لعل أبرزها مشاركة الجهات الحكومية التي تميزوا من خلال عرض المبادرات والبرامج التي تهم شريحة من المجتمع بتنوع تلك البرامج والمبادرات، بالإضافة إلى وجود المعرض الفني التشكيلي من خلال لوحات منوعة جسد فيها الفنانين والفنانات إبداعهم من خلال لوحاتهم. 3 أيام من الفعاليات المنوعة التي جذبت العديد من الأهالي وسط تنظيم مميز راعى الشروط الصحية للجميع. الحمد لله، والله كانت مشاركة حلوة ومشاركة يعني حمستني زيادة أني أشارك بمعارض أكثر، إن شاء الله تكون يعني ما هي آخر مرة. والحمد لله يعني التقينا بكثير من الفنانين والفنانات بهذا الملتقى. أبركنا الضيافة والتراث، ويمثل تراثنا الشعبي آبائنا وأجدادنا، وفيها اللبن، لبن الغنم، وفيها الشاعر، وفيها التراث الشعبي زي ما انتم شايفينه. والحمد لله لقينا اقبال من الزوار، وهذا فضل من ربنا عز وجل. سعدنا كمكتب عمل في محافظه القريات بالمشاركه بهذا المهرجان لتعريف الزوار بالخدمات والبرامج التي تخدم المستفيدين والعملاء. بصراحه مهرجان ثري بالاركان التي تخدم جميع شرائح المجتمع. جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الجوف تسعى للحضور في كل مكان بالمنطقة لتسلط الضوء على كل تفاصيل الثقافة والإبداع والمبدعين. قناة الإخبارية، نايف الفندي، محافظة القريات.